نستقبل بعضنا الأستاذ مبروك كرشيد ناشط الحقوقي والسياسي. أستاذ مبروك صباح النور. صباح الفل. مرحبا. مرحبا بك سي مبروك. سي مبروك، كل يوم تقريبا في تونس ولينا نصبحوا على فاجعة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، ثم 8 من خيرة أبنائنا يذهبون بطريقة بشعة. طريقة القتل التي قتل بها أبنائنا الجنود، هل كانت رسالة أراد القتل يعني أرادوا بعث رسالة معينة للتونسيين في تقديرك من خلال طريقة القتل؟ بكل تأكيد أعتقد أن الرسالة موجهة ورسالة واضحة ولا لبس فيها. يعني الرسالة هو أن القاعدة التونسية، أن تنظيم السلفية التونسية على علاقة مباشرة وتخطيط مشترك مع القاعدة الجزائرية وتنظيم السلفية الجهادية الجزائرية. يعني البصمة الجزائرية في عملية الاغتيال لشهداء الجيش التونسي هي بصمة واضحة، وهي رسالة تؤكد أن التخطيط مشترك وأن العمل مشترك بين القاعدة الجزائرية والقاعدة التونسية، وأنهم يتعاملان بنفس الطريقة وبنفس القسوة، لأن هذا الطريقة في التعامل، هذه الطريقة في التعامل اعتمدها نفس السلفية الجزائرية جيا، وتولت القيام بالقتل والذبح، تعتمد طريقة الذبح مباشرة، وهي أيضا نفس الطريقة المعتمدة في اعتمدها الزرقاوي في العراق، واعتمدت في جبهة النصرة في سوريا، وتعتمد في عديد المناطق. هي القسوة التامة، إرسال معناها بعث رسالة رعب إلى الطرف الآخر أن نقتل، ولكن لا نقتل فقط، نقتل بقسوة، نقتل بدون رحمة، نقتل بطريقة بشعة، أننا لا نخاف الموت وأن نستغل القتل في أكثر من معنى وأكثر من دلالة، ليس مجرد الموت فقط بل أيضا الموت البشع الذي يوجه رسالة خوف إلى الآخرين. ولكن التجربة أعطت أنه بالعكس تماما، وهؤلاء لا يستفيدون من تجربهم السابقة، بالعكس تماما، أن هذه رسائل الرعب لا تخيف إلى الجبناء، والجبناء قلة، لأن المعركة هي معركة الدفاع عن الوطن كما تعرفون وتعرف السادة المستمعين، وهذه المعركة في الدفاع عن الوطن قدم الشعب أجيالا بعد أجيال تضحيات جسام من أجلها دون أن يخافوا هذا الإرهاب. قدم مثلا الليبيون في أول القرن الماضي التضحيات الكبار ضد جريمة بشعة وجريمة القتل الجماعي والتعذيب الجماعي، وفي من الفاشيست قدمنا في تونس التضحيات